بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا لسه مع الأساسيات، بس هناخد أب جديد هو الـ Student Results App اللي هي درجات الطلاب. عشان نفهم الفكرة بتاعة الأبليكيشن ده، هو عبارة عن كنترول بسيط جدا مبسط. عايز واحد اسمه كنترول مشرقي عايز يعمل موبايل أبليكيشن، عايز يدخل اسم الطالب ومجموع درجاته كلها على بعضها، ويحدد إذا كان الطالب ده ليه درجة رأفة ولا لأ، علما ان لو ليه درجة رأفة بنزود له 5 درجات على مجموعه. ملوش درجات رأفة، خلاص نحط الدرجات الأساسية، ونحدد السنة الدراسية، سنة أولى تانية تالتة رابعة كده زي الجدول اللي جاي ده. قال لك لو السنة الأولى بيدي له الدرجة النهائية، يعني أقصى درجة ممكن يوصل لها 1100، لو التانية بيبقى 1000، لو التالتة 900، لو الرابعة 1000، يعني التانية والرابعة زي بعض. طيب البرنامج ده بيحسب النسبة المئوية إزاي؟ قال لك بيحسب البرنامج النسبه المئويه اللي حصل عليها الطالب بناء على الدرجه النهائيه المحدده للسنه الدراسيه. يعني ايه؟ النسبه المئويه بتساوي الدرجه الكليه اللي حصل عليها الطالب، الطالب جاب كام، على المجموع الكامل اللي هو طبقا للجدول اللي فات، وفي الاخر نضربه في 100. طيب وبعد كده البرنامج برضه بيتيح ان هو يعرض او عدم عرض يعني التقدير الجريد. فلو كانت البرسنتج بتاعتك 100 من 100 من 100، يعني 100% يعني من 100 100% ماشي من 100، التقدير يبقى A بلس. لو أقل من 85 لغاية أقل من 100 بA، من 75 لأقل من 85 بB، من 65 لأقل من 75، 65 لأقل من 75 بC، أقل من 65 اعتبرناه فيل وصلت. طيب الحاجة التانية بقى كده، لو فكرنا في الألجوريزم بتاعنا، إن طبعا أنا هريد النيم والسكور من اليوزر، وبعد كده هشوف السنه. لو كانت السنه واحد يبقى هعمل الليمت بتاعي او اللي هو الحد الاقصى بتاعي اخر يعني 1100. لو كانت السنه الثالثه يبقى هعمله 900، إلس هخليه ب 1100 اللي هي سنه ثانيه وسنه رابعه انه نفس الدرجه، ولا ايه؟ لا 1000 1000 1000 سوري، دي المفروض تتكتب 1000. تمام، رجعنا كده، ايه اللي المفروض يتكتب 1000؟ هو الجدول الاول، الثانيه والرابعه 1000 مش 1100. ماشي ماشي، يبقى دي كانت 1000. وبعد كده نشيك على حاجه اسمها ايه، كليمنسي، اللي هي الكليمنسي ديجري اللي هي درجه الرأف. لو اوكي بحطها ب5، ما كانش بحطها ب0، خلاص يبقى هتاخد قيمه هي 5 0. وبعد كده بحسب البرسنتج النسبه، بقول الدرجه اللي هو واخدها زائد الايه، الكليمنسي اللي هي درجه الرأف. والله واخده 0 يبقى 0، واخده 5 يبقى ايه، يبقى 5 هتزيد على السكور، ولو كانت 0 هتبقى ما زادتش، على المجموع الكل اللي هو الليمت بتاعي مضروب كله في 100 يطلع لي في الاخر الايه، البرسنتج. ولو كانت البرسنتج دي 100% يبقى هنطلع له اي بلس، لو كانت اقل من 100 ل 85 هطلع له ايه، لو كانت من 5 من 75 هطلع له بي، لو كانت 5 من 65 هطلع له سي، لو كانت اقل من 5 لو كانت اقل من 65 باف، واعرض في الاخر البرسنتج والايه والجريد. كلام جميل. ده الشكل اللي بتاع الجي واي او الجرافيكال يوزر انترفيس اللي احنا متخيلينه، ان اليوزر هيدخل هنا النيم، هيدخل هنا السكور، بيختار السنه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه زي ما هو عايز، بيعرض بيدخل كليمنسي سكور، بيتشيك بيكليك فبيفتحه، او بيدخل او يعرض يعمل الديسبلاي جريد. لو داس على الديسبلاي جريد انا بتخيل ان الجريد هنا تختفي، اعراضها هتتعرض. اما يدوس على الديسبلاي ريزلت هتتعرض، هتحسب البرسنتج، تحسب الجريد. وبس دي كانت فكره الايه، الاب كبروبلم، وايه اللي احنا متخيلينه في الحل. تعالوا ان شاء الله مع بعض نبدا على طول نطبق الابلكيشن ده.